بأساليب ماكرة يجذبون الشباب إليهم. كلهم يعني كانوا سبب تحريض اللي من خطوة مسجد أو من مخيم دعوي، طبعا دعوة ما هو بدعوة لله، ليفعلوا فعلتهم ويخسروا حياتهم ومستقبلهم. يعني يكفي حنا العمر اللي راح مني 10 سنوات، هذا راح مني المضى علي أنا بحالي. لكن ما هو مصير من حرضهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي نقوله. أنا رفع الدعوة ضده بحكم الشرع الإسلامي، لو أنا متأكدين أنه ما بدعت خير ما خلانا نطبون بيوته ولا خلانا نجون أصلا. الخطيب اللي سمعت خطبته تعرف أخباره الآن؟ كانت أحواله المادية ضعيفة، طبعا أحوالها الحين فوق. الوثائقي حساب المحرضين، الخميس 7 على شاشة العربية.